واضحة مزيانة سي أنس، تبارك الله عليك. إلا قدرت غير تذكرهم بديك لا سوبسيكسيون، لأن ماشي جميع لي كور فيهم ديك المسألة ديال لا سوبسيكسيون. نقدر نبدل أنا يعني الطريقة ديال لافيشاج ديال لو كور ديالي باش يعطيني ديك الطريقة، كتمشي لي باغاميتر ديال الكور إلا عقلتي عليها، في لي باغاميتر ديال الكور الفوق، تما إعدادات، تما كليكي على تغيير الإعدادات، فوالا تما، وحاول تمشي هبط لتحت وتلقى تما يعني الطريقة باش يعطيني هاد لافيشاج هادو. تفضل. ايه تما، ايه فوالا. فوالا هي اللي كتعطينا هذاك لافيشاج. وي غير هو يعني لافيشاج ديال لو كور، يعني يقدر الانسان يجرب غير يشوف كيفاش مافيشي، ولكن اللي كنصح به بزاف هنا هو هو فليكسيبل او لا تنسيق موضوعات. دونك هو باغ ديفو كيكون وي دي سو كاتيجوري، بما ان كاين اساسي داكتير، فوالا بما ان
اذا هو باغ ديفو كيكون تنسيق موضوعات يعني باغ ديفو كلهم، ولكن الا اتفقوا الاساتذه بيناتهم يقدروا يغيروا، يديروا لي فليكسيبل سيكسيون باش كل واحد كياخد لا سيكسيون ديالو كيدير في وسط منها دي سو سيكسيون كيكون الفضاء ديالو الخاص. تفضل سي انس. ايه عندك الحرية، يمكن لك تعاودو وتولي من الطريقة من البداية، خلي هذاك نيت ودير واحد اخر وخدم، ماشي مشكل. اسمح لي سي انس، الى قدرتي غير ركز لهم على يعني انواع الانشطه اللي مهمه اللي شفناها واللي زعما كيستعملوا الاساتذه بزاف. كنا شنو قل اربعه ولا اربعه ديال الانشطه؟ يعني غادي نجر واحد التكست لواحد البلاصة معينة، يعني واحد الكلمة كنجرها فوالا دراغ دو وورد. إذا سمحتي لي أنس، بالنسبة للرياضيات كاين بعض التمارين اللي هي جاهزة بحال ديال الضرب بحال ديال الجمع بحال هذا، راه كنا حاطينها حنا في بعض المستويات، هي جاهزة كدير أريتميتيك كيز وكيعطيك بعض التمارين الجاهزة ديال الضرب ديال الجمع ديال،
يعني هذه ممكن الانسان يضيفها في جميع المستويات يحطها يعني. وي تفضل. هذاك التمرين جوج غيكون مزيان. لا ماشي جوج، عفوا لا عفوا، هبط لتحت كنتي وريت لي واحد التمرين ثلاثة ولا بحال هذا مزيان. فوالا مثلا خصو يدير تما انت قرأتها، دونك ديك واحد الجواب اللي عنده تما، دونك هذاك التمرين الاول تقدر ديرو، صرف في الماضي حسب الضمائر. وي فوالا هذاك مزيان. باينه عنده حيت حنايا الشكل اللي كاين عندنا تمايا هو النقص يعمر ليها انت
وين معاك؟ رجع لي التمرين. لا، يمكن لك دير جوج نقاط وتكسب حدا الجملة. أصرف في الماضي حسب الضمائر جوج نقاط وتكسب الجملة. تمانيت قراءة القصة في المنزل، يعني كوم كونسيني كلها. فوالا، جوج نقاط تما، ودير كنترول في. دير بالكلافي فان بالكلافي، لا عاودها ودير بالكلافي فان باش يعطيك لا فان ديالك ديال فان في الكلافي. في الكلافي دير فان باش يديك للخر، ودير كولي. فان ولا اند؟ ولا اند عندك؟ اند عندك في الكلافي. فوالا فوالا، كليك على اند. فوالا، دير غير دير كونترول في دابا. فوالا، حيت هو كي فهمتي كاين داك المشي. ولا كتبها في الناس، كتبها في النافيغاتور مثلا. فوالا فوالا، دير واحد ليست. فوالا، عافاك خرج وعاود دخل، هي باش نعرفو غير واش كاين شي مشكل. صافي، الله يحفظك. يا كتسمع مزيان هو هذاك، الله يحفظك. يلا، شكرا. حاول دير كوبي باش يشكل لك. سي انس، الى بغيتي مثلا تزيد تحلق على ليكزيرسيس، تقدر تكمل الجمله. انت قراتها وتكمل تكمل الجمله مثلا من بعد، ماشي دابا. دابا بحال الوقت، خليه هكا. دابا خليها هكا، ماشي مشكل. تقدر دير غير الاولى. الا سمحتي لي باش تحيد هذا المشكل هذا، ياك غتمشي للنافيغاتور ديالك فين كاين داك العنوان، وتكتب الجمله ديالك كلها تما، ودير ليها كوبي كولي في النافيغاتور الفوق فين مكتوب عندك. فوالا، تكتبها تما عاديه كيما بغيتي، ودير ليها كوبي، دير نجمه ودير الى اخره. فوالا، صح. هذيك المنزل، وحاول تشكل ديك خراطة قلتها، غير تا بوحدها، غير تا باش ما يديرش المشكل، باش التلميذ ما يشكلش كلشي. خصو يشكل غير تا، لان الا ما شكلش كلشي ممكن تعتبر خطأ.
وسنتراليزي دابا، سنتراليزي كل شيء. سنتراليزي واخا نسيليكسيون بحال هكا، بون سنتراليزي هنايا هي كاينه سنتري، هنايا كون كان الينيا دروت ولكن الاشكال العربيه ما بحال في الفرنسيه وفي الدكتوراه مزيانه، ولكن هنا في العربيه كاين اشكال. هنايا كنعطيه، هنايا كاينه اضافه ديال هاد الانترفال، يعني داك الفيدباك، داك الفيدباك شنو بغيت مثلا، مثلا نقولوا له من 0 حتى 30%، مثلا محاولة، نكتب أي حاجة بغيت، محاولة مثلا فاشلة أو لا أعيد مكرر، شي 30، هنا مثلا نزيدو واحد الانترفال آخر مثلا من 30 ل 70، محاولة محاولة لا بأس بها، وهنا مثلا نقول جيد جدا. واحد الملاحظة عندي على محاولة شافية للاستئناس، محاولة فاشلة دائما لي فيدباك يكونوا كيدفعوا في الإيجابية، أعد المحاولة. مرحبا، مرحبا بك، فعلا أعد المحاولة، أيا نكون إيجابي، أنا أتألم على الإيجابية الصراحة، تبارك الله عليك. الله ما كاناش كنديرو كاع في التفتيحة، ما كاناش كنديرو داك ناقص وكذا كذا، هي دي زوبسيون جينيرال ما كنقيسهمش، صافي راه من عندهم، ما تقيسهم ما تخليهم كيما هما. هنايا كاين عندنا نهاية التجاوزات النصوص والترجمة، كاين اللي عندهم مشاكل غيبقى بحال دابا مثلا كان عندك بنية بالإنجليزية أنه كيكون هنا ممكن تبدل لغة، باش أنه بالنسبة للإنجليزية يبدل من الفرنسية ماشي إشكال، ولكن إذا كان عندك بالإنجليزية وتتبدل العربية راه غادي تجي تبرك هنايا وغادي تعطيك العربية، غير هو الإشكال اللي كيكون أنه ما كيغيرش الجميع اللي بالعربي، هي دايرة كاع لا تخادكسيون لاباج كاملة ولكن ما كيبدلاش كاملة، ديرو تجربة ما كيبدلاش، كدير له العربية ولكن ملي كتجي تدخل اون بلانك ما كتلقاش، شونتوما كيما كتشوفو كتلقى دايما دي ليغواغ لا كوريكسيون ريكومونسي فيريفيي، هنايا ما عاطينيش ما انسى، هنايا نحاول نبدل انا هادو، هنايا واغ لا كوريكسيون بدلا، ندير انظر الحل، ها ريكومونسي اعيد المحاولة، وهنا فيريفيي يعني تحقق من واش داكشي يعني داك التمرين واش هو هذاك، فهمني كنصلي. واحد الدقيقة سي أنس، قبل ما دير سوف كاردي ياك نعم الفوق، بالنسبة للفوق الجواب ديك الجمل اللي عطيتي رجع ليهم، زيد غير واحد الملاحظة صغيرة تما، هو مثلا عندك تما أنت قرأت مثلا درتيها بالشكل كلها ياك، يعني أن يعني أن يعني أن لا لا يعني أن التلميذ اللي ما شكلهاش كلها غيتعتبر الجواب خطأ، هذا في اللغة العربية كيكون هذا المشكل هذا. مثلا إذا أعطيته أنا مثلا الجواب آخر، نقول له مثلا قرأت كتبتيها مشكولة كلها، أو لا كتبتي قرأت وشكلتي غير التاء مثلا في الأخر، ممكن أعتبر الجواب صحيح. فهاد الح... لا لا غير خليها، لا غير خليها خليها. دونك اش كندير، يعني كنزيد واحد الكلمة اللي ممكن تكون جواب صحيح، كنزيدها بسلاش، راه كاتبينها تما سيباري دي ريبونس التيرناتيف كوريكت افيك ان سلاش، يعني انت يعني انت قرات دير واحد سلاش، لا خصوصا ديك الفوقانيه، الفوقانيه انت قرات شكلتيها كلها، غادي تعاود قرات وتشكل غير التاء بوحدها، وديرها ما بين لا غتبع غتبع تبع الكلمه مباشره، كل شيء غيكون داخل استيغيسك. يعني تمشي هنايا، تمشي هنايا دير سلاش هنايا، فوالا فوالا، دير سلاش ودير قرأت وشكل غير قرأت التاء. قرأت وشكله غيرت باش نعتبرو بأنها ترى إجابة صح، فوالا هنا إجابة فوالا، صوب الهمزة مزيان، دير قرأت، ما عرفتش واش كتبان ليا انا. وقع نعاودوها، لا يا حيت اه بلاش نعاودوها، فوالا. سير قرأت
Voilà. Là, quand j'ai terminé un projet du CV à enregistrer, ça va être le mémoire qui me suis pris, je suis dans le programme. Quand le format JS pour CFAM, quand tu me suis pris, je les ai. Mais quand on rejoint l'amal d'Ali, Awa, qui est certain, il y a un nom de Bruno, nom de Bruno, d'abord, il y a une série là, quand j'ai eu, il y a une série là, تكلم انايا يقول لك حفظوا العودة الى محرر، حفظوا معينة اللي كندير حفظ معين كشف والغاء الى ما بغوش، يعني انا نديرو حفظ والعودة الى المحرر باش نشوفوا التمرين ديالنا كي كان في هاد فايل اند بلانك انجي هو انا تزاد ليا نشاط في الصف والتحويل انا يخلص الى بغيتو يبان راه كان ندير هكايا يمكن للطلاب يدويا اعتبار هذا العنصر مكتملا ولكن كنت ما مخشيش هادي انا راه مازال ما كملتوش هناك يدخل متعلم لهاد التمرين ان شاء الله كيعطيني بحال هكا هيا تاني ما أصرف في الماضي حسب الضمائر قرأ القصة في المنزل هنا عنده أنت أنا الإشكال ديال العربي في أنا أنت كلات هنا أنا أنت نديرو قرأت نديرو أنت مثلا نحاولو نحطو نديرو قرأ هو نديرو مثلا قرأ هي واحد الدقيقة أنا عفاك. هنا هذيك فاش كملنا حنا الجملة لاحظتوا فاش درنا أنت قرأت القصة في المنزل عطانا هذيك البلاصة في الوسط، دونك من الأحسن فاش نديرو في الإندي بلانك نحاول ما يمكن نكملوا الجملة في العربية واخا بكلمة اللي هي ماشي ضرورية باش كتجينا ديك الفراغ كيجي في الأبيض، ديك الفراغ كيجي في الوسط. ماشي جي فلوس فوالا انا غادي نجي ندير حقق تحقق هي ديك فيغيفيي اللي كنت قبيله هنايا هو قال له اعد المحاولة انطق حل كما اعطينا هادو وكل ما نضيف فيهمش قبيله واخا كتدير باللغة العربية كل ما درناش لا موديفيكاسيون ديال هاد لي بوطون راه غادي يكونوا عندنا بوا كومونسي غادي يكونوا عندنا بوا لا كوريكسيون يعني غادي يكونوا اون فرونسي البلاصة ديال والفيدباك السي انس كاين فيدباك راه عندك لتحت لهي جيد جدا شتيها لي صوت هي هنا فوالا جيد جدا حيت عطى وكاتب 70%. لو سكور واش 3 سور 4 ولا 4 سور 4 الا كان جاب لان انا بما ان غلط وكان 4 عطى جيد جدا لان 3 ديال الصفحه وحده اللي غلط فيها ف يعني فايت داك لو بورسونتاج داك الانترفال اللي عطينا لان كنا قلنا ما بين 30 و70 وما بين 70 يعني او دولا دو ديال 70 راه هي هذيك داكو ولا نترك الكلمه هاد الزملاء اللي بغا انه تتقاسم معنا شي تمرين مثلا في مجال اخر سي انس تبارك الله عليك، دونك كانت لا بريزونطاسيون مزيانه تبارك الله عليك، وربما بشهادة الاخوه والاخوات. شكرا على وجهك العفو. دونك الا كاين شي واحد في الاخوه والاخوات عنده شي مداخله عنده شي حاجه تفضل، دونك هذا لقاء مفتوح ما اللي عنده شي حاجه يقدر يتكلم فيها ماشي مشكل. دونك فعلا التمرين كان واضح وحتى التقديم كان في المستوى مزيان. عرفت بان لي بالنسبة للشكل كيف يتم. سي انس تفضل اشرح لهم القضية ديال الشكل كيفاش هيشكلوه. بالنسبة للشكل كيفاش يتم هو فقط
ما غاديش يشوفوا الكلافي، ما غاديش يشوفوا، عطيهم غير الطريقة في الكلافي. واخا بالنسبة للكلافي كتجي كتبرك على الشيفت، كتبقى بارك عليها الشيفت، والشيفت مع ا، الشيفت مع ا، كتبرك على الشيفت مع ا هي الفتحة، الشيفت مع زد هي جوج فتحات، الشيفت مع او هي ضمة، الشيفت مع ار هي جوج ضمات، الشيفت مع اكس هي السكون، الشيفت مع سي هي الكسرة، الشيفت مع في كتبقى بارك على الشيفت وتبارك على في. يعني كان عندنا الحرف دابا مثلا قا، كنكتب القاف وعاد كنبارك على الشيفت وندير ا باش تعطينا كسرة، وتميم قلنا الشيفت مع في هي جوج كسرات، والشيفت مع الدال او لا ديك اونطري في الكلافي فوق منها راه الا كتردوا البال كتلقى واحد الشده، هذيك هي الشده لحدود الساعة مازال ما بقيتش الشناية ديال فاش كيعطيك ديك الهمزة ديال الوصل، ولكن راه فاش كتبقى راه خاص كاينة في تتبقى في الورد انسيرسيون، هاديك غير هادوك اللي كتستخدمو سير السكون وكذا. سأعيد باش اللي ما كتبهاش، شيفت مع أ هي الفتحة، شيفت مع زد هي جوج فتحات يعني تنوين بالفتح، شيفت زائد او ضمة، شيفت مع ار تنوين بالضم، شيفت مع اكس او شيفت بلس اكس هي السكون، شيفت مع سي الكسرة، شيفت مع في هو التنوين بالكسر، وشيفت مع الدال على حسب كل حاجة ولا الكلمة عندي انا فيه الدال، الدال الدال يعني اون داك اللي فوق منها كتبرك على الشيفت وحدة غادي تعطيك الدال. وحاول واحد يمشي يجرب شي شويه في الكلافي ياخذ باج وورد ويدير شيفت مع الدال وغادي تعطي، راه كاين اللي عندهم الدال كتكون طالعه فوق من الطابيلاسيون. شكرا. داكو الاستعادات حنا فاش كنقولوا مع الاخوان والاخوات كلهم فاش كنتكلموا على لي فيشي كنقولوا فيشي تريتمون دو تكست، دونك علاش؟ لان ماشي غير الوورد بوحدو اللي كاين، كاين اللي كيخدم بالوورد، كاين اللي كيخدم بالليبر اوفيس، كاين اللي كيخدم بحوايج اخرى، دونك فيشي تريتمون دو تكست في اطار التقاسم ديال البرمجيات الحره الى اخره والثقافه ديال البرمجيات الحره بشكل عام. شكرا سي انس، شكرا بزاف. شي واحد هنا قال لي من فضلك كيفية تثبيت موديل لما احضر بداية اللقاء. يعني موديل ماشي كنثبت، راه ديجا مثبت هو ديجا في المنصة الى اخره، فقط كندخلوا للواجهة وغادي نرجعوا لهذا. سجلتي سي انس انت هذا؟ انا سجلت فيه شوية، نقدروا نبريزونتيه مع الاخوان اذا ما كانش عندك شي مانع من بعد. داكو، اذا نزيدو في اطار يعني في اطار تنويع الفيديوهات وهذا غادي نحاولوا نحطوا حتى هذا الفيديو. داكو مرحبا مرحبا، انا اللي نتقاسم باش نخليو المعلومه عند واحد الشخص خاص نتقاسمو. داكو لا بريز دو بارول، انا راه هذا راه اشكال كان عندنا، وفاش كنا خلاص انا داك لانسيت كنشكر انايا خلاص الاستاذ ليلى نايم عارف، فهي قالت لك حاولوا تبقاو تاخذوا لا بريز دو بارول، لان راه اشكال هذا كاين اللي كيحشم باش انه ياخذ بريز دو بارول، وكيكون مثلا بروف ولا كذا كتلقى عنده هذه الاشكاليه مازال عندنا، خصنا نحاولوا ما نعرفش داك الشيء نتعلم، الا ما خديتيش الفكره بحال فهاد البلاصه ولا كذا ما غاديش، راه ممكن تغلط ممكن لان راه ما كنتبدلوش، ولكن جرب غدا اليوم وانت غادي. داكور داكور السي علي، الا سمحتي باش ما نكثروش السي علي بالكير، الا سمحتي ليا كاين الفيديو غادي نشوفوه من بعد نتقاسمو غادي ترجع ليه بشويه، راه فيه الخطوات موجهه مزيان يعني بشكل مفصل مزيان. داكور السي علي، فاش غنلوحو في الفضاء ديال المنتدى وفي الجروب راه غادي يبان لك، وراه ديجا الفيديوهات اللي قبل راهم حتى هما واضحين بالنسبه للفضاء الخاص. الفضاء الخاص كاين، فقط كيفاش ننظموه الى اخره، كاين مجموعه ديال الامور اللي تكلم عليها انس وتكلمنا عليها قبل في بعض الفيديوهات. سي علي شكرا، مرحبا.
وتدخل من الحاسوب الآن الرابط، بغيتي تدخل فين السي الموقع باش تسجل في الموقع ديال المنصة. داكو، دونك هو HTTP، غادي نكتبو ليك هنا HTTP school point alice point aso point ma. دونك هذا هو الرابط، دونك هو هذا كيديك باش تسجل ولا باش تدخل الا كان عندك ديجا الكونت. عندكم شي تساؤل؟ عندكم شي حاجه؟ كاين شي واحد في الاخوان اخوات بغى يقدم شي حاجه؟ بان ليا سي جوادات، كاين سي جوادات، مرحبا سي جوادات. سي جوادات متقدم شويه في العمل ديالو، تبعت شويه في السادس. الا كاين شي حاجه بغيت تقاسمها معنا يتفضلوا، الا كان مستعد، ولا الا كان شي سؤال عن شي اخ ولا اخت في الاخوه المشاركين هنا معنا، شي صعوبه لقاها، شي حاجه اللي ممكن كيف يمكن لحدود الساعه باش بالنسبه للمساله ديال الشكل ديال الديزاين ديال لي زيكزيرسيس، ما ركزوش عليه بزاف في هذا، فقط في بعض لي زيكزيرسيس اللي كاين هذه العمليه هذه بحال لا بريزونطاسيون بحال هذا. ولكن لي زيكزيرسيس كلهم كتلقاهم بنفس تقريبا، لان ما كيبغيوش يلهيو التلميذ في الزواق الى اخره. وجميع المواقع اللي كتخدم بالاش 5 بي وكدير لي زيكزيرسيس تقريبا عندها نفس الشكل، نفس لا بريزونطاسيون، ما كاينش داك التلوينات وداك كيما كنسميوها هذه الشوز كي سون فونتيزيست. علاش؟ لان كتحيد الانتباه ديال التلميذ الى اخره، كيركزوا لي على السؤال، على التمرين، على بلاصه فين يكتب فقط. اذا هذا بالنسبه للمساله ديال التلوين. الا كان شي حاجه اخرى، شي سؤال اخر، شي اضافه، شي واحد بغيت يتقاسم معنا شي تجربه ديالو يتفضل. وي تفضل. اللي ما عرفتوش مستعد ولا على حساب شنو عنده، واش البي سي، واش غير التليفون، واش السي عبد الرحمن مرحبا. كيف ننجز مجموعة من الأنشطة في تمرين تفاعلي واحد؟ أي مجموعة؟ هذه كنا تكلمنا عليها البارح وما فيها، بس نعاودو نشوفوها. دونك بالنسبة لتمرين واحد، ما عرفتوش كاين شي واحد في الإخوان بغيت يتقاسم معنا هذه المسألة. هذه كنا شفناها، إذا كاين شي واحد يتمكن منها شوية مزيان، بغى يبريزونتي شي مثال بسيط يتفضل، ولا نعاود ندير العملية ماشي مشكل. واخا ما فيها بس، دونك غنحاول نتقاسم معكم الشاشة. نتقاسم معكم الشاشة الآن، ماشي الشاشة كلها، فقط لونجلي ديال هذا باش نربحو شوية ديال. كيف نجيز مجموعة من الأنشطة في تمرين تفاعلي واحد؟ أي مجموعة من الشرائح في بريزونطاسيون كورس. كتكلم على بريزونطاسيون. وي نشوف الشرط.
داخل الشريحة الواحدة أيضا يمكن إدارة تمرينين أو أكثر. إذا في الأول كنت في بواحد الشكل، دونك ماشي مشكل. كيبان لكم دابا النافذة ديالي كتبان لكم كلكم. حاولوا تستعملوا الميكرو، ماشي مشكل واحد فيكم يستعمل الميكرو باش نرجع كل مرة للشط، ماشي مشكل. استعملوا الميكرو. فوالا شكرا. دونك غادي نشوفوا جوج ديال الانواع، غادي نشوفوا يعني كيفية إضافة نشاط. غادي نفتح هنا في نافذة أخرى فقط، غير دونك هنا الفضاء ديال القسم، دونك الفضاء ديال راسي بحسب المادة في مجموعة. كتلاحظوا هنا بالنسبة لافيشاج ديال الأستاذ، ماشي هو لافيشاج ديال التلميذ. إلا بغيت أنا نشوف يعني لافيشاج ديال التلميذ، كندخل في بلاصة أخرى ما نكونش مسجل وندخل باش نشوف كيفاش كيبان. هذا إلا كان شي حاجة ماشي هادي كنحاول نصحها، ولا كان شي تمرين باقي ما مكملش ولا ما مخدومش مزيان، ولا كنقدر نكاشيه باش ما يشوفوش التلميذ ويتفاعل معاه هو باقي ما مكملش. دونك دائما ردوا البال هذه المسألة هذه. دونك هنا كاين واحد أساتذة وأستاذات اللغة العربية مستوى السادس، كاين شي أخ في الإخوان فعلا دار هذه المسألة هذه باش يكون واحد التفاعل بيناتهم إلى آخره. دونك من بعد غادي نديروا واحد المسألة، راحنا كنحاولوا نشوفوا واحد الإشكال كاين في ذاك المسألة ديال الفضاء الخاص. دونك غادي نحاولوا نديروا مجموعة ديال القاعات هنا تكون خاصة بالأساتذة، يعني قاعة الأساتذة كيكليكي عليها وكيتفتح ليه البلاصة فين يقدروا يتلاقوا بيناتهم ويتكلموا إلى آخره في واحد اللحظة معينة إلا كانوا، باش يكون مشاورة بيناتهم إلى آخره ونقاش إلى آخره. يعني يكون فضاء اللي هو بحال الشكل هذا، داك اللي شفنا البارح ديال الأوبن ميتين، يكون فضاء خاص بالأساتذة ما يدخلوليش ليه التلاميذ إلى آخره. ثم هنا كنظم بالشكل اللي بان ليا الى اخره. كل واحد كيخدم في الفضاء ديالو كيدير التمرين ديالو بشكل عادي. النقطه اللي تكلمنا اللي بغيت نركز عليها بزاف هي المساله ديال انني كندير واحد التمرين وكيكون معزول. وي وي تفضل سيان. هي فعلا وي فعلا هذه النقطه دي خصنا، يعني فاش كنمشيو لي بارتيسيبون، كاين البارتيسيبون اللي هو يعني اليس بوحدو لم اتمكن من تقاسم الشاشه. ايه سي عبد الرحمن ما قدرش يتقاسم معنا الشاشه ديالو. من تقاسم الشاشه، واخا ماشي مشكل سي عبد الرحمن، غادي نستهدف وغادي نعطيوك هذا باش نديرو يعني نديرو معاك محاوله اخرى، ماشي مشكل. دونك اللي بغى يدخل يقدر يتكلم يستعمل الميكرو باش ما نرجعش للشات كل مرة، ماشي مشكل. دونك حنا قلنا بالمسألة ديال انه من الاحسن يكون واحد التمرين في واحد لاباج، ويكون مثلا نص ويكون في تمارين متسلسلة بشكل معين بلا ما يكون معزول، لان التمارين معزولة ما كتكونش يعني ما كتكونش اكثر جدوى. دونك يعني شنو هي الطريقة اللي كنديرو، هو انني كنجي لهاد البلاصة هذه اللي هي مشتركة بين جميع الاساتذة H5P activity، وهذه راه قديتها. يعني كيفاش الطريقه اننا كنديروا واحد لاكتيفيتي بحال هكذا وكنديروا ليها اخفاء، ما كتبانش هاد لاكتيفيتي اللي هي اخفاء، ما كتب يعني ما كتبانش. هي الانسان اللي كيجي عادي يعني كتلميذ ولا هذا سواء مسجل ولا غير مسجل، ما كتبانش ليه هاد لاكتيفيتي هذه كلها. وكان كنجي كنصوب في وسط من هنا التمارين التفاعلية اللي بغيتها تكون ما معزولاش، يعني تكون في واحد الإطار معين ديال واحد صفحة معينة، كنصوب يعني التمارين ديالي هنا بالشكل اللي بغيت إلى آخره. ومن بعد كنمشي ندخل التمرين اللي كنخدم فيه إلى آخره، كندخل التمرين. وكان لقى واحد المسألة اللي تكلمنا عليها هي أنني بغيت نعاود نستعمل هذا التمرين هذا في هذا الموقع هذا، ولا في شي موقع اخر، ولا في شي باج اخرى الى اخره.
دونك كنلقى واحد الكود، كود امبد، هذاك الكود امبد هو اللي كناخد وكنحاول نحطه في الصفحه اللي بغيت باش يبان، ولكن هذاك الكود ديما كيحيل على الاصل ديال يعني ديال التمرين. دونك هنا كاين هاد البلاصه هذه الامبد هي هذه، دونك الامبد هي هذه، ملي كنكليك عليها هاد الامبد هذا كيبان لكم غير نتوما، دونك ما حليناش للعموم باش كل واحد يكون عنده التمارين ديالو الراس والى اخره حاليا. دونك هنا كنكوبي هذا، يعني كنكوبي هذا باش كندير لي كوبي، داكور كندير لي كوبي وكنمشي للصفحه اللي بغيت نخدم انايا. درت هنا، دخلت دابا لهنا. دونك الا لاحظت واحد النقطه بغيت نشير ليها مره اخرى، هي باش كندير مثلا هاد غيوز هادي، كندير كاين غير كوبي كونتنت، لاحظتوا؟ باش نوضح لكم واحد النقطه هنايا مهمه بزاف، باش يعني كندير غير كوبي كونتنت، ما كاينش كنكوبي باش نكون ليه بلاصه اخرى، ولكن حنا غادي نستعملو هادي، نستعملو امبد ونستعملو كوبي، نديرو كوبي ديال هاد الكود هذا. باش كندير لي كوبي كنمشي لاباج اللي بغيت نخدم، يعني كنزيد واحد لاباج مثلا، نزيدها مثلا هنا، نقدر نمسحها من بعد، اضيف نشاطا او موردا، وكنمشي نزيد نوع النشاط هو صفحة، هو تكون مثلا صفحة بهذا الشكل هذا هنا، كندير اضيف هذيك صفحة مثلا، واحد الدرس ديال القراءة غادي يقراه التلميذ وغادي يجاوب على بعض الأسئلة ديال الفهم إلى آخره لتحت، وغادي يكون الفيدباك والتصحيح الآلي ديال سميتو، يعني ممكن يكون مجموعة ديال الأمور في هذه الصفحة هذه، ممكن يكون شكل، ممكن يكون أي حاجة. دونك فاش كنجي كندير الاسم ديال النشاط شنو هو، مثلا القراءة، وندير العنوان ديال القراءة مثلا، العنوان ديال النص، الفهم إلى آخره، العنوان ديال النص شنو هو، كنجي للمحتوى هنا، هذا المحتوى هذا هو اللي كنحاول نكتب فيه داكشي اللي غادي يتعرض على التلميذ، داكو. المحتوى ديال الصفحه هنا بعض المرات الا كان لا فيشاج عندكم بهذا الشكل هذا، ما عطاكمش يعني تريتمون دو تيكست الى اخره بالشكل اللي خصو يكون، اما على حساب التحميل ولا حساب هذا، كندير اكتواليزي، كان اكتواليزي هنايا باش نحاول لا فيشاج يكون يتصحح الا كان شي حاجه ما واضحاش مزيان، ولا شي حاجه بغيتها باقي ما طلعتش الى اخره. دونك يكون اما مشكل ديال الريزو، اما مشكل ديال لا ريبونس ديال السيرفر، بزاف ديال الامور اللي ممكن تكون تخلق هذا المشكل هذا. دونك الحل هو انني ناكتواليزي فقط لاباج اللي راني فيها. دونك نعاود اش قلنا هنايا، كندخلوا لهذا وكنديروا هاد الامبد هذا، وكناخذوا هذا الكود اللي كاين هنايا، داكو. مازال مبغاش تطلع لي هذه هنا، محل بزاف ديال النوافذ. بالنسبه فاش كناخذ داك الكود، كتكون عندي الصفحه هنايا اللي غادي نخدم فيها. دونك كما قلنا العنوان كنخليه، كنكتب العنوان، الوصف ماشي لابد نوصف، وهنا كنحط داك الكود اللي بغيت انه يبان، كنحطو هنا في هاد لاباج هادي، وكندير التحرير ديال الصفحه بالشكل اللي بغيت، نكتب ليها العنوان، نكتب النص الفوق الى اخره، نكتب مثلا السؤال نلونو بالاحمر، ندير مجموعه ديال الامور بحال تريتمون دو تيكست في هاد البلاصه هادي، وهداك ليكزيرسيس اللي بغيتو يبان كنحطو في هاد الصفحه هادي هنايا، وكيبان العمى، ودابا عاد كتشارجا، دونك كاين شي مشكل ديال الكونيكسيون. دونك انا دائما كنخدم هادي باش كيبان ليا كلشي. دونك هنا كنجي كنكتب النص ديالي، دونك من الاحسن ديما نردو البال لافيشاج هنا. بالنسبه للتريتمون هنا ما كاينش مشكل، لانه تريتمون دو تيكست كنكتب، كنقول لك كنكتب من اليمين لليسار، كنجي كندير الينيومون بهذا الشكل هذا، كنكتب. دونك هنا ما فيش مشكل العربيه بتاتا هنا. دونك كنكتب النص ديالي مثلا ديال القراءه، من الاحسن دائما يكون لافيشاج شويه يكون مزيان الى اخره، كاين اللي كيدخل صوره، كتقدر ديك الصوره تكون شويه فلو ولا هذا، ماشي ما فيها باس، نكتب انا النص كله نكتبه هنا، ونكبر الحجم ديالو، ونلون العنوان الى اخره، نخدم بالشكل اللي بغيت. وكنهبط فاش كنكتب النص الى اخره، من بعد فاش كنقادو كلشي، كنمشي مثلا كنجي لهنا، كنقول مثلا تمرين واحد، غادي نجي لهنا وغادي نقول غادي ندير مثلا تمرين واحد، وكنجي نهبط لتحت
كندير مثلا تمرين جوج، كنهبط لتحت عاوتاني واحد ثلاثة ديال سميتو، كندير تمرين ثلاثة وهكذا. شنو كندير من بعد؟ كنجي كنقول لي راه غادي ندير كود، غادي ندخل واحد ما كان كلش هنا مباشرة، حيت هذاك سيت ان كود، يعني خاصة نحطو كوم كود. دونك من الأحسن كنجي لهنا، كنجي وكنلقى فين كاين تمرين واحد، فين كاين تمرين واحد هنا، غادي نجي لهنا غادي ندير كونترول في، لاحظتو؟ ما كوبيتش الكود، عفوا درت واحد، خصني نكوبي نسيت الكود كله، يمكن المهم ماشي مشكل. المهم كان كولي هنايا في هاد البلاصة هادي فين غيكون التمرين. نرجع غادي نشوف، بغيت نمشي نقرا نشوف التمرين هو هذا مثلا. دونك المهم الكود غادي نعاودو نهزوه بصحيح، كنحط الكود هنا. الكود الثاني ديال التمرين الثاني كنعاود ناخدو ونحطو حتى هو هنا. الا كان شي تمرين ثالث الى اخره كنعاود نحطو في بلاصتو، كندير تحديث. من بعد كيبان لي التمرين هنايا، دونك مش هذا هو الكود، غلطت في الكود اللي غادي نهز. دونك هنا كنحط التمرين هنا، وكنكون ديجا كتبت النص فين اللي غادي يقرا وغادي يجاوب الى اخره، وبالتالي كيكون عندي واحد النص، وكيكونوا تمارين بشكل يعني انواع ديال التمارين في نفس الصفحه اللي كيقدر ان التلميذ يشوفها. وهنا هذوك يعني التمارين كيبانوا في الصفحه، ولكن ما كيبانوش كتمرين معزول في الصفحه ديال المقرر. دونك الى عندكم شي سؤال لحدود الساعه باش نتسناو لا فيشاج باش نشوفوا الكود صحيح، تفضلوا الا فهمتوا الفكره. وعليكم السلام. لا اوكي، ما فهمتش السؤال بالضبط، إذا قدرتي غير تعاودي ولا شي واحد الإخوة اللي سمعوا. سؤال أستاذ، إيه كان كيبانوا لي بعض التمارين مصاوبين أشتاك بي، يعني واش ممكن نخدموا بهم حنا، يعني تقاسموهم معنا باش نخدموا مع تلامذتنا ممكن؟ إيه دابا هاد المنصة هادي هي منصة مشتركة، يعني كل واحد كيدير تمرين، كيدير نشاط، كيدير واحد الأكتيفيتي، كيدير واحد الدرس، واحد البريزونطاسيون إلى آخره، مشتركة. ولافيشاج يعني متاح للجميع، يعني بالنسبه يعني للتمارين والانشطه الى اخره كتكون موزعه بواحد الشكل تراكيب صرف وتحويل الى اخره. يعني ممكن ان نعطيو غير لك الرابط ديال الرابط اللي كاين فوق ديال كل درس، نعطيوه للتلامذ ولا ناخذو حنايا نيت ولا نخدمو ونعطيو للتلامذ يخدموه، نقول ليه خدم هاد التمارين كاينين هنا، يخدموا بواحد الشكل متسلسل بشويه عليه الى اخره. يعني المساله شنو فوالا كيخدم وكيتصنت الفيديو تما وكيشوف. يعني ما يمكنش تاخذ تمرين كل تمرين على حده، مثلا بغيتي شي تمرين تبارطاجي بحال هكا في الواتساب ولا شي حاجه، ما يمكنش. لا ولكن فين غاتافيشيه؟ فين غادير ليه لافيشاج؟ يعني خاصو يكون داخل مع ال، خاصو يكون على بلاتفورم فين غيخدم، ماشي ستان فيشي، ماشي ان فيشي تكست ولا ان فيشي بي دي اف ولا، يعني خاصو بلاصه فين غادي يخدم، بلاصه فين غادي يخدم. ولكن غنوريكم واحد المسألة أخرى، غادي أنا فهمت شنو بغيتي تقصدي، ولكن حنا نشوف واحد يكون التمارين بسهولة، يعني أي تمرين بلونسي يخدم يتفاعل معاه، يعني كان كنقول ما غاديش كنحسن من أنه يدخل البلاتفورم، عارف التلميذ يعني غيدق داك فين يبراك فين يجاوب فين، يعني ما يجي صعوبة في الأول، يعني خاص ضروري توريه. يعني واخا 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 غنشوف واحد المثال، ندخلو حنا كتلامذ مثلا ونوريكم غير المثال الطريقة كيفاش يمكن لينا نخدمو. داكور، انا فهمت السؤال ديالك، غادي نشوف واحد المثال هنا وغادي نرجعو نشوفو الطريقة كيفاش غيدخل التلميذ وكيفاش غيتعامل مع هاد البلاتفورم هادي. داكور، دونك هنا الكود هو هذا، دونك يعني كيبدا من هنا من اي فرام، هو هذا الكود اللي خصنا ناخدو وكنحطوه كيما قلنا، كنجيو كنديرو الكود هنا، هو اللي كنحطو في هاد البلاصة هادي. دونك لاحظتوا هو هذا الكود، وكندير تحديث
وكيبان التمرين هنايا تحت ذاك النص الى اخره اللي درت، ولكن هذا التمرين هذا ما غاديش يبان بشكل معزول في الصفحه ديال التلميذ، ما غاديش يبان بشكل معزول بحال دابا هنا غادي يبان في الصفحه مزيان دونك السؤال، ولكن هنا باش ما يبانش في بشكل معزول منين دخل التلميذ دونك كان كما قلنا كنديروا واحد لا سيكسيون كنسميوها اش بي 5 اكتيفيتي مشتركه بين جميع الاساتذه، وهذيك لا سيكسيون كلها كتكون كاشي. الا جيتو تشوفوا هنا تلقاوها بانها اخفاء دونك هنا H5P اكتيفيتي لتحت هنا دونك هنا عرض الموضوع يعني انه، ولكن انا درت اخفاء من قبل دونك الا لاحظتوا كتلقاو هنا مخفي، ولكن بالنسبه لهاد التمارين هادو ما نخليهمش مخفيه، مش غندير ليها غندير ليها بانها متاحه ماشي مخفيه، الا درت ليها مخفيه ما غيشوفهاش، هي متاحه يعني كتمرين متاح فين ما حطيتو يبان، ولكن في هذه الصفحه هذه ما غاديش يبان، خاصني نهز الكود ونحطه في شي بلاصه ديك الساعه غادي يبان التمرين كتمرين. اذا الفكره هي هذه، ولكن ما نساوش اننا في لي بارامتر ديال الكور ما نساوش اننا نمشي لواحد المساله وخصنا نفعلوها، وهو انني نقول ليه انه الانشطه اللي هي مخفيه ما تبينهاش. كاين شي مشكل ديال الكونيكسيون؟ كتسمعوني دابا؟ كانت مشات لي الكونيكسيون، هذا رجعت دابا. داكور دونك نعاود ندير لا بريزونطاسيون. مزيان عندكم لا بريزونطاسيون؟ مزيان كتبان ياك؟ داكو اذا قلنا واحد المساله خصني نديرها باش ما يبانش داك لا سيكسيون اللي هي مخفيه، وهو انني نهبط لهنا لتحت كاين واحد البلاصه خصني نرد ليها البال، هو بالنسبه للمظهر هنا المظهر ولا في التنسيق، عفوا، يعني انني نقول ليه المواضيع المخفيه، نقول ليه الاجزاء المخفيه غير مرئيه تماما دونك يعني باغ ديفو كتكون هنا الاجزاء المخفيه تم اظهارها في هيئه يعني منطويه، غادي نقول ليه ودي انا الاجزاء المخفيه ما تبينهاش كاع بتاتا داكور، دونك هذه اللي بدا خصني نديرها باش انه داك لا سيكسيون اللي هي كاشي كلها ما غاديش تبان للتلميذ، ولكن لي زيكزيرسيس اللي كاينين تما يعني غادي يبانو في الصفحة اللي انا حطيتها، هاد النقطة هادي واضحة شوية مزيان، داكو دابا المسألة الأخرى هي المسألة ديال كما قالت سولت الأخت على واحد المسألة ديال لافيشاج، دونك غنحل واحد لافونيتخ بريفي، وحنا دابا حاليا كنحاولوا نديروا روابط اللي هي مباشره
رابط يعني روابط مباشرة للمواد. دونك بالنسبة للعربية ديال الساس، إلى بقيت عاقل درنا arabsis point alice point asso point ma. دونك هنا الروابط المباشرة، أن التلميذ كتعطيه هذا الرابط، هذا كتقول له اودي سير كاينين تما مثلا مجموعة ديال الدروس إلى آخره، مجموعة ديال يبقى في الظرفية اللي كاينة الدروس محطوطة بداك الشكل معين، ولكن مستقبلا فاش غتستمر هذه المنصة وتشتغل بواحد الشكل معين إلى آخره، ممكن أننا حنا نبداو نبينو يعني الدروس إلى آخره بشكل يعني نتحكمو، ما غاديش نافيشيو كل شيء دقة واحدة باش التلميذ ما يتلفش إلى آخره. بمعنى أنه مثلا حنا كاينين في الوحدة الأولى، غادي نافيشي ليه غير الوحدة الأولى فقط، ما غاديش نافيشي ليه المسائل الاخرى اللي كاينه، كان يعني كان كاشيها ومكلي نتحكم انا كاع في الوقت ديال لافيشاج. نقول له ودي عفوا، يعني المنصه المرتقبه كما قلنا انها تشتغل وتستمر وتكون فيها اغناء الى اخره، يعني ممكن ان كاساتذه نتفقوا من بعد ان في بدايه السنه مثلا خدمنا الوحده الاولى، الوحدات الاخرى ما نافيشي فيها حتى حاجه، فقط الوحدة الأولى بالتمارين ديالها إلى آخره، كيتبع التلميذ كنخدموا معاه في القسم إلى آخره بشكل بأنشطة تفاعلية إلى آخره. فاش كتسالي ديك الوحدة كنقدروا نكاشيوها وندوزو الوحدة الثانية، نافيشيو غير الوحدة الثانية بوحدها، وهكذا. دونك على حسب كل وقت وكل مستوى إلى آخره، كل المواضيع اللي كنشوفو. دونك لافيش ديال التلميذ هو هذا، دونك يلا حطوا لافيش ديال التلميذ هو هذا. وهنا كاين واحد الروابط اللي هي سهله، بغى يمشي مكون التراكيب كيمشي، الصرف والتحويل كيمشي، الانشطه والتمارين، انشطه الدعم، هو يعني كل شيء كيكون منظم هنايا، هذا هو الفونتاج ديال هذه المنصه هذه. دونك غادي نحيدو من بعد هذا الشيء. دونك كيجي مثلا هو عنده مثلا وحده راه كاين هذا الاسبوع هذا، كاين في الوحده خمسه الى اخره، ممكن نقسمو حنا بالشكل ديال وحده خمسه، ولا في هذا المكون ديال التراكيب حنين افيشيو فقط غير ما هو ما عنده علاقة بديك الوحدة اللي رحنا فيها، وخاصه بالأساتذة خدموا كلهم صوبوا إلى آخره، ولكن احنا نافيشيو فقط داك الشيء اللي عندنا في ديك الوحدة بوحدها باش التلميذ أنه ما يتلفش. دونك كيجي التراكيب، كاين هنا مثلا التمييز، كيدخل هنا يعني التمييز كيشوف الفيديو، من بعد كيكون واحد يعني واحد بريزونطاسيون ولا شي حاجة بحال هكذا باش يفهم شنو هو التمييز إلى آخره، ومن بعد كيكونوا أسئلة هنايا ولا تمارين تفاعلية اللي يقدر التلميذ أنه يشوف يعني المستوى ديالو واش فعلا يعني استوعب داكشي اللي كاين في الفيديو إلى آخره. دونك هذه هي الطريقة اللي فكرنا فيها بهذا الشكل هذا، يعني أن باش نجي نهزنا هذا التمرين هذا بوحدو، نقدر نهزنا هذا التمرين هذا هاد لوليان كما كنديرو بحال هكذا، كاين واحد لوليان لتحت كيبان لكم لتحت، يمكن لي نهز داك الرابط كاع كله، نقول للتلميذ مثلا سير دخل هذا الرابط هذا غتلقى واحد التمرين معين إلى آخره. دونك فاش كيجي مثلا هو كيدخل كيلقى مثلا يلقى مثلا هذا، كنكليكي عليه كنعطيه هاد الوليه، كنقول له ودي سير راه كاين واحد النص ديال القراءة قراه وجاوب على الأسئلة اللي كاينين تما. دونك فاش كنعطيه هاد الرابط هذا اللي كاين الفوق هنايا، كنعطيه هاد الرابط كله كيكليك عليه، فاش كيكليك عليه كيتأفيشا لي غير هاد التمرين هذا بوحدو. هذا هو فطر التقاسم، يعني أنا نقدر نتقاسم مجموعة ديال التمارين اللي بغيت أنا في واحد اللحظة معينة، ولكن يعني هذه كتكون خص المواكبه ديما، وخص كل مره تصيفط واحد الرابط معين الى اخره. ممكن تقول لي انت سير للصفحه يسجلها عنده ويمشي يعني بالتدريج. دونك هنا كي افيشي ليه يعني التمرين، وكيدير التمرين كيقرا النص الى اخره. غير هو المساله اللي كاينه في هذا الموديل هذا، احنا دابا يعني بالنسبه للدروس مفتوحه، يعني اي واحد كيدخل كزائر الى اخره كيدخل كيتبع التمرين وكيشوفه الى اخره، ولكن المساله اللي هي مهمه في هذا الموديل هذا وغادي يعني غتكون مرحله متقدمه، هذه هي انه غادي يكون متابعه ديال التلاميذ اللي مسجلين، يعني انه التلميذ كيتسجل كيجي كتعطيه واحد التمرين كيديرو، كتعطيه مجموعه ديال الامور، كتعطيه داك الشيء بشويه بشويه، مثلا كتعطيه في الاول فيديو كيشوفه، كتجي غدا كتقول لي راه حطيت لك واحد ليكزيرسيس سير ديرو، وكتبع معاه انت لو ترافاي ديالو كيفاش اش دار، وممكن ينقط ليه وكتعطيه، ممكن تعطيه انت امتحان واحد الفرد يديرو يردو ليك، يعني كيكون واحد التفاعل مع التلميذ اللي مسجل. دونك هذا هو لافونتاج ديال هذا الموديل هذا وهذا المنصه اللي كتكون بهذا الشكل هذا، انك تقدر تتبع مع التلميذ وتتبع مع الانشطه اللي كيدير بشكل يعني كيكونوا 20 30 تلميذ، كتعطي واحد النشاط وكل شيء كيرد لك الجواب وكيرد لك هذا، وكتحاول دير انت ديك المتابعه ديال دوك الانشطه الى اخره. دونك ما عرفتش الفكره واش
مش مزيان، مش واضحة. وي يعني بالنسبه للتمارين فاش كنديروا دي حنا ديك ام بدو كنهزو كنحطو في ديك لاباج كيما شفنا قبيله، راه يمكن ندير ام بدو نمشي نحطو في اي بلاصه بغيت. اللي شي عندي موقع مثلا، عندي هذا كنحطو بلوغ مثلا، فعلا بلوغ كنهز داك الكود وكنحطو في واحد البلوغ باش يتافيشا مزيان، ولكن ديما كيرجع لديك لا بلاتفورم اللي تخدم فيها، يعني خاصها تكون ديما خدامه. الا ما كانش خدامه وقفات ولا تمسح ولا غير وقع شي مشكل ولا كذا، ما غاديش يبدا يتعافي الشركه داك التمرين في البلوك. يعني بمعنى انه ماشي فاش هزيتي الكود راه صافي خديتي كل شيء، داكور؟ يعني كتاخد الكود كتحطه في ديك البلوك ولا تحطه في اي باج ولا في اي مكان كيفاش ما بغى يكون، ولكن كيبقى دائما تابع لديك لا بلاتفورم اللي تخدم فيها. الا وقع شي مشكل ديك لا بلاتفورم، ولا كانت بلاتفورم ماشي ستابل، ولا ماشي ديال لي بيرجمون ديال لي زيكزيرسيس ولا هذا، ما كيخدمليش داك التمرين من بعد. الا في واحد الحاله اللي هزيتي ليكزيرسيس كله، هزيتي التمرين كله كافيشي ليكستونسيون ديالو اتش 5 بي، ولكن في هذه الحاله هذه خاصك شي بلاصه فين تحطو عاوتاني باش يخدم. بمعنى انك هزيتي الفيشي اللي صوبتي تيليشارجيتي عندك في البيسي ديالك، ولكن ما تقدر دير به حتى حاجه الا ما عندكش اون بلاتفورم فين غتحط داك التمرين وتعاود تصحو وتخدم عليه وتبدل فيه الى اخره. داكور؟ دونك دائما كتبقى المنصه ضروريه، ومن الصلي اللي يكون عندي، يعني عندي ليها لاكسي دائما باش نقدر نتحكم في التمرين ديالي ونصحو ونبدلو الى اخره، وندير لي ميزاجور شي حاجه اليوم خدمته بواحد الطريقه غدا بان لي في شي حاجه غادي نغيرها الى اخره كنغيرها. في حين انه الا هزيت غير الفيشي بوحدو وبغيت انا نخدمو خصني عاوتاني نحطو في منصه اخرى. دونك الفكره ربما واضحه، غير ما غاديش نطولو فيها بزاف. احنا بالنسبه لنا المنصه ديال اليس راه كاينه، الاشتغال دابا في هذه الظرفيه اللي كاينه اننا كنحطوا بعض الموارد اللي الهدف ديالها، الهدف ديالنا احنا بالدرجه الاولى هو ان التلميذ ما يبعدش على المدرسه، يكون عنده انشطه تفاعليه زوينه، كيتصنت الفيديو كيدير داك التفاعل الى اخره بواحد الشكل معين، وفيه تعليم فيه تدريب الى اخره. والمساله الاخرى هي انه فضاء ديال اللقاء المباشر في الاقسام الى اخره، باش كيكون داك التفاعل، التلميذ كيهضر كيسمعوا الصديق ديالو الى اخره، كيكون بحال الجو ديال القسم. هذا هو الهدف ديالنا. ولكن مستقبلا ممكن اننا نمشيو بهذا الشكل هذا ديال ان التلاميذ اللي عندك في القسم يتسجلوا وكتعطي لهم بعض لي زيكزيرسيس، بعض التمارين كيديروهم، كيجاوبوا كيردوا ليك الى اخره، بواحد الشكل اللي هو شويه كيحبب لهم القراءه وكيحبب لهم، ويمكن لك تخدم بداك الدروس يعني بداك الانشطه في وسط القسم ديالك، يعني تافيشي ليكزيرسيس اللي هو تفاعلي ويخدموه. وكما قلنا يعني دابا حاليا كنافيشيو كل شيء، ولكن من بعد الى اتفقوا الاساتذه ديال المجموعه ديال الماده ممكن انهم يديروا مثلا لافيشاج بالوحدات. ممكن ان من بعد شي استاذ بان ليه بانه مثلا في المؤسسه ديالو ولا في المديريه ديالو ولا كذا بغاو يديروا مثلا قسم مشترك ديالهم الى اخره، ممكن نفكروا في هذه المساله هذه. يعني ممكن كاين حلول كثيره وكاين افكار كثيره، كل واحد يعني كيفاش بغى يشتغل. تفضلوا الى عندكم شي حاجه، شي سؤال اخر، شي اضافه. شي سؤال اخر، شي تساؤل، شي واحد بغى يتقاسم معنا شي حاجه. ترجمه انواع واسماء التمارين في اش 5 من الانجليزيه الى الفرنسيه. لا هو دابا يعني الموقع ديال اش 5 بي كله يعني كاين بلونجلي، وحتى الاكزيرسيس اللي كيجي والتمرين اللي كيجي وهذا كيجيو يعني بلونجلي من البدايه بلونجلي.
فقط فاش كتدخل وسط التمرين كتبغي تترجم شي حوايج وهذا كتلقى الفرنسيه موجوده، باقي اللغات اخرى موجوده، ولكن هو كله مخدوم بلونجلي، يعني الترجمه ديالو باقا يلا كت خدامين فيها، دونك ما عطاوهاش ربما الاهميه اكثر من، يعني الاغلبيه ديال الحوايج تلقاهم بالانجليزيه، ولكن يعني الانجليزيه اللي هي في المتناول، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه ربما، وكاين نقدر نترجم باستعمال مجموعه ديال الادوات ديال الترجمه اونلاين. إبراهيم صباح الخير. سي إبراهيم مرحبا، خدم الميكرو سي إبراهيم، خدم راه لقاء مفتوح هذا. سي إبراهيم راه اشتغل على المستوى السادس، هو مجموعة ديال الأساتذة على المستوى السادس فرنسية، تبارك الله راه كاين. إلا بغيت تكلم لنا على بعض التمارين دونك نأفيشيو المستوى السادس، دونك درنا ليه اف ار، دونك نافيشيوه بالاحسن هنايا كيما كيشوفو التلميذ، دونك اف ار 6 فوالا كاين اف ار 6.alice.asso.ma، دونك هادو روابط اللي هي يعني سهلة، اف ار 6.alice.asso.ma، دونك من بعد غنديرو روابط اخرى. دونك فوالا هو هذا كما كتشوفوا، دونك لا كونجيغيزون كاين فيها مجموعة ديال التمارين هنايا بشكل منظم، يعني كيكون ما عرفتش ابراهيم واش يقدر يتدخل ولا عندك مشكل الميكرو ولا تكلم لينا على هذا الفرنسي السادس، باعتبارك درتي فيها مجهود كبير. وعليكم السلام سي ابراهيم، نكمل ولا تاخذ الكلمة ولا شنو بان؟ دونك نكمل الى كاين شي حاجه صيفط ليا. دونك كما كتشوفوا هنا كما حاطين هنايا، دونك يعني كاين الكونديسيون بريزون سي اون فيديو، هادي من بعد كاين ان فيشي بي دي اف كيقرا دي زيكزيرسيس الى بغى يخدمهم، بحال دابا هنا كاين لامبيراتيف، كاين هنا دي زيكزيرسيس انتيراكتيف ديال لامبيراتيف، دونك لا غرامير بشكل متسلسل، لا كوز على حسب الدروس اللي كاينه حاليا، d'accord, donc exercice 1, exercice 2 et l'akhiré, l'orthographe, les adjectifs numéro, vidéo, et un fichier PDF, un exercice, les homonymes nefché, un exercice et l'akhiré, les accents, donc le pluriel des noms, lexique tahoua des vidéos, des exercices mktoubil, les vrais khidmohom, tout des exercices interactifs et l'akhiré, kien akhali tahoua rakhidm chi omour hanaya, idan kien omour li mkhidmouma zama mzian, ou bshakl mutasilsil. وكما قلنا دابا كلشي مافيشي هنايا، ولكن من بعد يقدر يكون التقسيم مختلف، نهزو كل حاجه نحطوها في الوحدات ديالها الى اخره باش كتكون متسلسله، وكل وحده كنعطيوها الوقت ديالها فوقاش تبان، مثلا هذه الوحده هذه تبان من يناير كذا الى مارس كذا، الوحده الاخرى كتكون اوتوماتيك، يكون داك الشكل اوتوماتيك. وي سي ابراهيم خدمتي الميكرو تفضل. كون سلام مرحبا سي ابراهيم، كنسمعوك كان كيتقطع شويه الصوت، وقيلا الكونيكسيون هاد النهار هذا شويه
ايه داكو دونك كاين ماتسيس دائما كان أنشطة الإعدادية. وحنا من بعد إلا بغينا نديرو لافيشاج يكون بالعربية أوتوماتيكمون، دونك يعني كنفورسيو لافيشاج يقدر يكون بالعربية من البداية، دونك إلا بغينا كنخليوه هكذا باش يكون غير لافيشاج مزيان. دونك نفس الطريقة الأنشطة الهندسية، أنشطة القياس، دونك سي إبراهيم تبارك الله عليه مع مجموعة الإخوة نتاهما. دونك لاحظوا هنايا كي الانشطه الاعداديه كي كليكي عليه كليكها مثلا هنا كيديه مباشره لانشطه القياس. الى هنا تيبدلوا من بعد هذه، دونك انشطه القياس، وحده قياس الحجم، ثم التمرين، ثم المشوا القائم، ثم التمرين، ثم الدرس. نفس الشيء بالنسبه للتناسبيه. داكور، دونك لاحظوا فاش كنكليكيو هنايا اللي كانت الكونيكسيون مزيانه كيديه مباشره لهنا. دونك الأنشطة العددية، تمارين ديال مراجعة جدول الضرب، هذا التمرين اللي كاين عندهم هنا، الجمع، الحساب الذهني، كاين تمرين هذا بروبوزي هنا، دونك هذه غير دازت هنا. ثم التناسبية واحد، يعني الدرس والتمرين، ونفس الشيء بالنسبة للأمور الأخرى. دونك نقدر نشوفوا مثلا التمرين هذا، نقدر نشوفوا مثلا الدرس ديال التناسبية، وهذا هذا درس مثلا ديال الجمع، حساب ذهني الى اخره. دونك هذا العمل التشاركي الاهميه ديالو هو انه فاش كندير انا غير نشاط واحد خدمته صوبته مزيان قديته الى اخره يكفي، واحد اخر جا دار نشاط اخر مصوب مزيان الى اخره، كيكون حتى هو عنده يعني حتى هو في الاخر كنلقاو انشطه اللي هي في المستوى واللي هي زعما مهمه بزاف. دونك هنا تمرين مراجعة الحساب الذهني كندير لي بحال هكذا، دونك هنا 16 زائد 11 كيحاول يجاوب، كيحسب لي الوقت اللي دوز الى اخره، دونك كيحسب بشكل سريع وكيدوز. هذا فقط لحساب ذهني، كيكون في الضرب، كيكون في الجمع. دونك لاحظوا هنا واحد النص ديال المسألة، دونك هنا يمكن نبدلو ليها من بعد لافيشاج ديالها، لابريزونطاسيون ديالها. تقدر تكون السؤال هذا في سطر واحد باش كيكون هذا، ومن بعد التلميذ كيجاوب، كيشوف هذا الشيء اللي كاين هنا وكيحاول يشوف شنو هو الجواب اللي ممكن يكون. كنعطيه هنا واحد لانديس، واحد البداية، وكنعطيه الجواب، كان يعني كيدير فيريفي هنايا. ثم كاين التلميذ التناسبي ما عرفوش كمل ولا لا، دونك باقي زعما خدام. تحدد معامل التناسب، ربما هذا عندك هنا 100 300، دونك هنا خصو يدير 3 على ما ظنيت، وهكذا. دونك من بعد كي فيريفي، دونك كاين شي حوايج اللي غادي تتقاد من بعد كون بريزونطاسيون. في العربية دائما كيكون داك المشكل ديال لالينيومون الى اخره، كيقدر يخلق مشكل. اذا بشكل عام مجموعة ديال الامور اللي ممكن ان وي سي مصطفى، وي بالنسبة لك التمارين ديال الرياضيات، واش تخدم في هذاك التمرين؟ نشوفوا فين هو. بان 5 بي، كلهم بان 5 بي. شكون هو هذا؟ واش ديال المشهور ولا ديالاش هذا؟ لا وي، دونك هذا تخدم، هادو كلهم تخدم. كاين مشكل ديال الكونيكسيون اليوم، كيتقطع الاصوات بزاف. في الصباح كانت شويه مزيانه، دابا شتها بحال. وي ايه فوالا، دونك هي هادي، دونك باش 5 بي، كلهم باش 5 بي في فين اند بلانكس. دونك عمر الفراغ هنايا، داكور. دونك ايه يمكن ديرها وتفيريفي، يعني تقدر دير تقول لي مثلا 6، قول لي 6 ولا هذا. دونك هنا تقدر تعطي واحد لانديس، داكور.
على اعتبار ان الشعاع قاعدته يساوي 3 من المساحة الجانبية، دونك خاصو يضرب هنايا في القطر ياك، خاصو يضرب في 6. دونك ممكن انه مثلا هو دار 3، دار 3 وداز، يمكن لك انك دير ليه واحد دانديز، تقول ليه انتبه يجيبوا استعمال القطر ولا شي حاجة بحال هكذا، باش هو كيرد البال. داكور، دونك من بعد كتعطي، كتشوف مثلا درتي شي خطأ، نفرض اننا درنا خطأ هنايا، هنا مثلا درنا حتى هنا درنا ديرو 6، كدير فيغيفي، كدير فيغيفي كيقول لك دير صحيح، ولكن الجواب عندك هنا خطأ، وكدير فواغ لا كوريكسيون وكيصح لك هنايا مباشرة. لاحظتوا بأنه بواحد الشكل زعما اللي مخدوم مزيان، حتى هذا ممكن يكون في واحد السطر، في واحد السطر باش كيكون في الشاج مزيان يكون في الوسط. ونفس الشيء ندير تمرين اخر الى اخره. نقدر في هذا المنشور هذا المساحه الجانبيه ممكن انا ندير ماشي تمرين واحد، ماشي مساله واحده، ولكن ندير واحد 4 ولا 5 ديال المسائل ولا هذا، نحطهم هنايا كلهم وفيهم التصحيح وفيهم هذا. دونك يعني مسائل هي مهمه بزاف بهذا هذا، وماشي غير يعني الاش 5 بي هو اللي مهم فقط، ولكن البلاصه فين غيكون، يعني لونسومبل ديال الحوايج فاش غادي يكون، ملي كيكون معزول كيكون شويه ماشي هو هذاك من الناحيه البيداغوجيه الى اخره، ولكن ملي كيكون في واحد السياق معين، كيكون درس، كيكون في شيء ديال القاعده مثلا، كيكون جوج ولا ثلاثه التمارين الى اخره، كيكون شويه. تفضلوا. كان شي واحد سول على كتابة الأعداد الكسرية، دونك يمكن تتواصلوا مع السي أنس بلغيتي من بعد ويشرح لكم هذه المسألة هذه. تفضلوا إذا كان شي واحد اللي عنده شي ملاحظة، شي إضافة. بالنسبة للقاعة، كانت تجربة ديال واحد الأستاذ البارح في القاعة، ولكن مع الأسف ما نسينا، احنا ما درناش معاه لاسيستونس باش نتبعو معاه ونشوفو المشكل اللي ممكن يطيح فيه إلى آخره، فرقى بعض المشاكل التقنية إلى آخره، ما عرفش كيفاش يخدم بها. دونك إلا كاين شي واحد اللي بغى يخدم مثلا في القاعة ولا هذه، يحاول يتواصل معنا باش نديرو معاه لاسيستونس كحصة أولى في الأول، ومن بعد يعني يقدر يبقى يخدم بوحدو الى اخره. دونك حنا كنفكروا في شي طريقه باش يكون العمليه سهله بزاف، ولكن في البدايه الا بغى شي واحد يخدم في القاعه مع مجموعه ديال التلامذ كتيست كمحاوله، يقدر يتواصل معنا باش نحاولوا نديروا معاه لاسيستونس شويه تقنيا. انشطه الحساب الذهني باستعمال كويز اريتميتيك. كويز اريتميتيك، دونك هذا كما قلت لكم، هذاك الحساب الذهني راه كاين، يعني كاين ديجا محطوط، هما حاطينه هما ديجا. داكور، هو كتقدر تختار شحال من تمرين بغيتي، واش بغيتي 20 عمليه ولا شحال، وكيدير يعني هو ديجا محطوط هذا، سي اوتوماتيك، ماشي كنخدمو حنايا. بالنسبه للضرب والجمع والطرح، وربما حتى القسمه كاينه. وي وي تفضل.
الليلة بغيتي ما عرفتش اسم مصطفى، وي واش ممكن نبريزونتي باش يشوف الاخ؟ ربما ماشي ضروري، غير هي كاين ديك انسيرسيون، هي فيها كل شيء ياك، انسيرسيون فيها كل شيء، حيت انت غتخدم ان لوجيسيال اي شيء لا اي شيء من انسيرسيون وتكتب تامبون. هي حيت السي انس غتخدم بان لوجيسيال اللي حنا فوالا. بالنسبه غير واحد الاضافه، واحد دونك بالنسبه راه تكلم هو وتكلم فعلا مزيان، دونك كاين انسيرسيون تما كدير لي سامبول اللي بغيتي وكدير لي زاكواسيون تما، وكاين حنا واحد البرنامج اللي هو برنامج ليبر اللي هو ليبر اوفيس. ليبر اوفيس فيه ليبر اوفيس مات خاص بالمات، يمكن لكم تجربوه وتستعملوه، سي تيليشارجابل سيغ انترنيت. دونك ليبر اوفيس سي اون سويت يعني بيروتيك اللي هي ليبر، وفيها فيها يعني ليبر اوفيس الرايتر الكالك الى اخره، وفيها حتى المات، فيها تقدر تكتب فيها ليزيكواسيون ديال المات الى اخره. سي انا جاوب على المساله ديال الترجمه، جاوبوا على المسألة ديال الترجمة. شو الأخت ابتسام سولاتك هنا على الترجمة؟